يلا نعمل الشربات، ودي اول خطوه. الشربات بتاعنا زي ما اتفقنا كوبايتين سكر، ده شربات تقيل، وعليه كوبايه ميه. انزل بيها بحركه دائريه كده هون، خدوا بالكم من الخطوات دي. والمعلقه اللي هنزل بيها عسل الكلوكوز تبقى مبلوله، والطبق او البوله اللي هتحطي فيها الكلوكوز تبقى قبليها بلاها، عشان لما اجي انزل بالكلوكوز كده يا منى تنزل كده على طول بمنتهى السهوله. حسبي الله يا منى. يا منى، وربنا عالم اللي في ضميري. بصي كده يا جماعه، كده الكلوكوز ده الحاجه اللي اتحط فيها ما تبلتش زي ما اتفقنا الصبح. طب هعمل ايه؟ بصي يا ستي، هو انا عارفه ان هو رخم شويه، بس اعملي زي ما بقولك كده والله هتسهلي الدنيا خالص. هحط بس ايه، هبل صباعي كده في الميه وهنزل كده عسل الكلوكوز، هيروح نازل بمنتهى السهوله ان شاء الله. اهو بصوا اهو كده اهو، ومنى خدت دعوه حلوه هي على الصبح يا ستي، بس كده. يبقى هما اللي خدوا الدعوه، الدعوه دي من نصيبكم. بس كده، مش هقلب ومش هاجي ناحيه الشربات نهائي خالص يا جماعه، ولا تقلبيه ولا تقولي طب انا عايزه ادوب السكر، مفيش الكلام ده. اول ما الميه تغلي السكر ده وعسل الجلوكوز هيدوبوا لوحدهم تماما. حلو كده، انا بس كنت مخليه النار وسط، هزود شويه عشان عايزه اوريكم ازاي هيدوب طبيعي من غير ما نقرب منه خالص. مين معانا؟ يا ام آية، اهلا وسهلا. اه يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازيك يا ام آية؟ صباح الهنا والسعاده يا حبيبتي. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. هعمل لكم بسيمه، بتحبيها؟ اجمل بسيمه طبعا. حبيبتي يا ام آية، تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. ليكي اي سؤال يا ام آية؟ عايزه طريقه الفينو والقرص. طريقه ايه؟ الفينو والقرص. حالا، ده احنا بصي ان شاء الله باذن الله يا جماعه الاسبوع الجاي هنعمل لكم حاجات بقى للمدارس ان شاء الله تعجبكم. ايوه يا ريت والله. حاضر، لا من عينيا والله، حاضر في الخريطه باذن الله يا حبيبتي. حاضر ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. بسم الله، بصوا بقى يا بركه بسم الله. اول حاجه 3 كوبايات جوز هند، واتفقنا هيبقى عليهم نص كوبايه لبن دافي. ليه هيبقى اللبن دافي؟ علشان لما اجي اقلب جوز الهند باللبن الدافي، جوز الهند يطلع لي كل الزيوت الحلوه اللي فيه. بمعنى اصح الحركه دي بتخلي جوز الهند طعمه غني قوي. بصوا ازاي اهو، كل مكان دافي كل ما تعرفي ان جوز الهند هيطلع احلى ريحه واحلى طعم. يا رانيا صباح السعاده. صباح العسل يا رانيا. اهي البسيمه، اهي يا رانيا. والله انا كان قلبي حاسس من امبارح ان حضرتك هتعملها النهارده. اول دلوقتي ما بيقولوا لي رانيا، قلت يا رب تكون هي اللي طلبت البسيمه. عامله ايه؟ الحمد لله يا رانيا، الحمد لله. ركزي معانا بقى يا رانيا. لا انا عاملاها لك مخصوص. لا ربنا يحسن بين ايديك. الله يخليك يا حبيبتي. يا رب تعيشي يا حبيبتي، وتحت امرك وتحت امركم جميعا. خليكي لينا. تعيشي يا قلبي، تعيشي حبيبه قلبي، تحت امرك. بصوا بقى كده اللي حصل ايه، ان اللبن جوز الهند شرب نص كوبايه اللبن، وابتدى يديني ريحه حلوه. حتى وانت واقفه عماله تدعكيه بايديكي كده هتشمي ريحه جوز الهند طالعه حلوه جدا اهي. خلاص كده، دي اول خطوه معانا. اركن يا عم كده على جنب، وتعالوا ندخل بقى في الخطوه الثانيه اللي هي ايه يا جماعه والنبي. الخطوات دي مهمه، ده تكنيك الشغل عشان تطلع معاكي زي بتاعه المصانع بالظبط يا جماعه. قوليلي قوليلي يا اسراء. سعاد، سعاد حسن بتقول لنا على جوز الهند الحمام. برافو عليك يا سعاد ان انت خلاص كتبتي وشطوره كده، يلا تفاعلوا معايا. قالت ايه بقى سعاد؟ قالت جوز الهند الحمام اللي هو الضفر. طيب انا مش هقول بقيه الاجابه عشان هي مجاوبه صح، فانا مش هقول بقيه الاجابه عشان ندي فرصه لحبايبنا يكملوا اجابه يلا على اللايف. بس هو فعلا بيتسمى حمام، بيتسمى ضفر، بس انا ما بحبش الاسم التاني ده، يعني الاسم اللي هو مشهور بيه جوز هند حمام، دي احسن اسم ليه. ايه هو بقى يعني ايه جوز هند حمام يا جماعه؟ تعالوا بقى دلوقتي نكمل الخطوه التانيه. هنحط السمنه كده، نص كوبايه سمنه في الطاسه هكذا. ماشي، هنا بقى سر من اسرار البسيمه الناجحه جدا بفضل الله.
عايزين نجيب معلقه وبرده نبلها ميه. يا مدام نادية اهلا وسهلا. صباح الخير والهنا والسعاده عليكي يا رب. صباح النور، ازيك يا مدام نادية؟ احلى شيف في الدنيا حبيبه قلبي. حبيبتي يا مدام نادية، اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا حبيبتي، والله فضل ونعمه. دايما سلامي. دايما دايما يا حبيبه قلبي واقفه ومنورانا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. فاكره اول مكالمه جات لك؟ اول ما بدات ايوه كنت عامله الكشري ايوه ولابسه فستان اسود احمر وطرحه حمراء. يا ده انا نسيت يا مدام ناديه. لا انا ما انساش ابدا حبيبه قلبي. الله يرحمه كلمك اول مكالمه وانا اتكلمتك وراه على طول. الله يرحمه حبيبتي من زمان. حبيبتي واختي. تسلمي لي يا مدام ناديه. ربنا يعلم والله يا شيف هاله، وتسلم ايدك على كل حاجه بتعملها لنا بجد والله. تعيش يعني انا بفهم منك من غير ما اتفرج والله يا حبيبتي. من والله شرحك وطريقتك في يعني في شرح الوصفه، فربنا يديمك علينا نعمه كده في حياتنا. ربنا يخليكوا ليا جميعا يا حبيبتي يا رب. اشكرك يا مدام ناديه. تعالوا نرجع للخطوه الثانيه، اعمال الحلويات يا جماعه بيبقى لازم فيها تركيز ونحفظ الخطوات. تعالوا نعيد تاني عملنا ايه. اول خطوه حطيت نص كوبايه لبن دافي على 3 كوبايات جوز هند، دعكتهم بايديا كويس قوي لغايه ما جوز الهند اتشرب اللبن الدافي كله والريحه طلعت جميله، ريحه جوز الهند الاصليه ابتدت تطلع كده عليا وشمتها وتشبع باللبن وركنته. بعد كده جبت طاسه هنا، بصوا انا حطيت حتى الاتنين في جنبين عشان يبانوا معاكم. الطاسه دي حطيت فيها نص كوبايه سمنه، ويا حبذا بقى لو سمنه بلدي، نص كوبايه سمنه ومعاها نص كوبايه عسل جلوكوز الاتنين مع بعضهم، واخدهم على نار هاديه ادوبهم مع بعض، وجنبي في كوبايه سكر. بصوا كده خطوه خطوه ماشيين اهو، ماشيين خطوه خطوه. شغالي الفيديو جنبك وانتي شغاله، وامشي معايا خطوه خطوه كاني واقفه معاكي في المطبخ على طول. يعني بصوا بقى كده هتبتدي السمنه تسيح وتسيح لي معاها عسل الجلوكوز، بس اهم حاجه عندي ان السمنه دي تسيح، ما اشوفش كده السمنه الساقعه تبان معايا. بصوا اهو وعسل الجلوكوز يسيح جواها، ادي يا ستي كده. فتحية بتسأل، دي بتسأل في اللايف، بتسأل لو مفيش عسل كلوكوز ايه البديل؟ ممكن عسل نحل، بس يا جماعة أنا قلت لكم والله ده البرطمان رخيص جدا وبيقعد عندك فترة، يعني هاتوه دلوقتي من عند العطار رخيص جدا جدا يا جماعة والله مش غالي، بس أنا مش عايزة أقول رقم، أنا ممكن أقول لكم رقمه في اللايف مثلا، يا ريت منى أو إسراء لو يعرفوا. طبعا أنتوا عارفين، ما أنتوا كل يوم أنتوا اللي بتشتروا الحاجة يعني. قولوا لهم يا جماعه قد ايه هو رخيص، هاتيه من عند العطار وحطيه عندك على طول في باب التلاجه يقعد عندك فتره. بص بقى كده يا استاذ احمد ايه اللي حصل هنا، السمنه والعسل الجلوكوز بصوا ساحوا كده مع بعض. بعد ما تسيح كده وهي اصلا حرارتها دافيه هروح نازله بكوبايه السكر، تمام كده، وبعدين نروح مقلبينهم في قلب بعض كده كلهم. بصوا ازاي يا ابتسام، اهلا وسهلا يا مدام هاله. ابتسام صباح السعاده. صباح النور، البقاء لله ونعم بالله يا حبيبتي. الله يكرمك. انا كان نفسي اكلمك من بدري يعني، وكل مره المكالمات مشغوله. حبيبتي دايما سباقه بالخير والله. تسلمي يا قلبي، تسلمي. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. انا بشكرك جدا على الحاجات اللي انت بتعمليها حلوه يا يعني. يا ربي يخليك يا حبيبتي والله، تحت امرك. لا انا كل حاجه، في حاجات كتيره عملتها من حضرتك يعني. يا رب تكون بتنجح معاكي يا ابتسام. لا جميله جميله. اول مره كنت اعمل الممبار اتعلمته من أيوة حضرتك، ولسه هنعمله تاني. فطيره الجلاش دي اللي عملت ضجه جامده دي. وعملت البفتيك الكذاب برضو. ما شاء الله عليكي. لا في حاجات كتيره حضرتك بتعمليها انا بعملها وراكي على طول. حبيبه قلبي حبيبتي والله دايما منوراني. يعني تسلم ايديكي، انا معجبه بيكي جدا جدا وبحبك جدا جدا يعني. شوفي بقى البسيمه والعزيزيه النهارده عشان تعمليهم في البيت برضو ان شاء الله يا حبيبتي بإذن الله. بصوا بقى كده بعد ما السكر، بصوا شكله عامل ازاي، ساح مع السمنة والكلوكوز، بس ساح مدي قوام، مدي عجينة سكر، شايفين ازاي اهي. ده يا جماعة ده سر بقى المصانع، هو ده الحركة دي، دي سر المصانع. اروح واخدة بقى كل ده كده ونازلة على جوز الهند، ومن هنا خلصت الشغلانة بس كده.
وخلاويص. مين معانا؟ وهنعجن بقى كل ده. قبل ما نعجن ده تعالوا بصوا بس الشربات يا بنت. استني اصبري اصبري. ماشي يا منى ماشي. الشربات ايه اللي حصل هنا دلوقتي بقى يا استاذ احمد؟ السكر داب، عسل الكلوكوز داب، والشربات غلي وتقل ومن غير ما اقلبه ولا اجي ناحيته. انا كان نفسي بس اوريكم الحركه دي. على طول هطفي عليه النار علشان ما يتقلش اكتر، واعملي حسابك انه لما بيبرد بيتقل اكتر واكتر، فمش لازم تطفي عليه وهو تقيل، لا اطفي عليه كده وسيبيه يبرد هيتقل معاكي اهو. شفتوا ازاي؟ فين السكر بقى؟ خلاص سكر داب. فين عسل الكلوكوز داب؟ خلاص اهو. بس يا ستي ادي الشربات، والناس اللي عندها مشكله وان الشربات بيسكر منها وان الشربات بيبوظ منها، احنا عملناه مع بعض على الهواء اهو. هتركنيه كده ما بيتغطاش طبعا، يبرد خالص لغايه ما البسيمه تدخل الفرن وتخرج بقى زي العسل ان شاء الله. تعالوا شوفوا بقى الحركه دي كده، الخليط اهو، ونروح قلبين مقلبين كده كله كله على بعضه. اسماء، اسماء ولا اسماء؟ اسماء مليجي جاوبت صح، بس برضو مش هقول يا اسماء دلوقتي. والله حبايبنا كتير على اللايف مجاوبين صح، برافو عليكم برافو عليكم يا جماعه. طيب السؤال الثاني، اللي عارف ثمن برطمان الكلوكوز يكتبه في اللايف دلوقتي عشان حبايبنا يعرفوا قد ايه هو مش غالي. كتبتوه؟ يعني في ناس هتغش. بصوا يا جماعه كده، شايفين الجمال؟ بصوا شوفوا الجمال والحلاوه. ادي جوز الهند اتشرب بعجينه السكر الحلوه اللي عملناها مع بعض، وهيديكي احلى بسيمه. شايفين ازاي؟ اهو عندي بقى في المقادير عندي حوالي 3 معالق دقيق. طب يا ستي ايه لازمه الدقيق؟ ما هو جوز الهند اتشرب اهو، هو كده مفرول. يعني انا لو دخلت الصينيه دي الفرن كده مش هتتماسك، هتخرج لي مفروله، اجي اقطعها هلاقيها كده مفروله بالشكل ده. الدقيق هنا هيدي تماسك لصينية البسيمة بتاعتنا. حوالي 3 معالق كده ونقلبهم في بعض. قوليلي مين تاني على التليفون؟ بصوا بقى كده يا سلمى، اهلا وسهلا. صباح الخير يا شوهاء. صباح النور، ازيك يا سلمى؟ يا عاملة ايه؟ انا الحمد لله. اتلخبطتي ليه يا سلمى؟ ايه سامعاني حضرتك؟ سامعاكي يا قمر، سامعاكي يا حبيبتي. طيب شوف هالة، حضرتك سيدة المطبخ وسيدة الشيف. يا نهار ابيض كده. لا مش والله العظيم بجد، انت تستاهلي كل لقطه كتير قوي كده. والله بجد انا سؤال يا شيف هالة وعندي طلب. لا ده انت بعد الكلمتين الحلوين دول اسالي اؤمري. استمتنا يا شيف، دي ست الكل بجد والله. يا قلبي والله. حلقه الكوكيز اللي واحده امبارح مشاهده، هعملها لكم. والكوكس بالكراميل بالذات. حاجه كمان، سؤال بقى لي سنين نفسي اساله لك، كثافه السكر البودره زي كثافه السكر الحبيبات حضرتك لما أكيد نيجي لا طبعا كيكات او حلويات اللي اكيد لا طبعا. ده وزن وده وزن، برافو عليكي، ده سؤال في الصميم. الله يخليك. سؤال ناس بتشتغل في المطبخ بفن بمزاج عالي. تسلمي لنا يا ستي الكل. بصي يا ستي، عايزه تعرفي الوزن بالظبط، وزني كوبايه سكر حبيبات واطحنيها وارجعي وزنيها تاني. في بقى معلومة مهمة جدا عايزة اقول لك واقول لكل حبايبنا عليها. حاولي دايما السكر البودر لو هتطحنيه في البيت لازم تطحني معاه مقدار نشا، علشان لو طحنتيه في البيت سكر خام هيكتل، يعني هيعمل لك كرات كده. عارفين بالظبط زي البصل البودر والثوم البودر لما اشتكيتوا كتير لما بتيجوا بتخزنوها بتبقى بتحبب معاكوا او بيكلكع معاكوا، نفس النظريه بتاعت السكر البودر. عشان كده دايما بتقولي مهما اطحنه في البيت ما بيدينيش الملمس والقوام بتاع لو جبت السكر البودر الجاهز، عشان بره بيتطحن عليه شويه نشا، فعشان كده بيفضل بودر زي ما هو، سايب زي ما هو مهما قعد عندك في المطبخ. يعني بمعنى اصح ما تطحنيش سكر خام وتشيليه كده خام، هتلاقيه كتل منك. تمام، تعالوا بقى هنا بصوا، ادي الصينيه الحلوه بتاعتنا، دهناها سمنه بالشكل ده ومن جميع النواحي كمان. السمنه هنا مع البسيمه عامل اساسي ومهم جدا. طيب هنعمل ايه بقى يا ست الحبايب؟ هناخد جوز الهند الجميل ده، نفسي تشموا ريحتها بجد، يعني اكيد ان شاء الله لما تعملوها في البيت هتشموا ريحه جوز الهند قد ايه احنا خادمين الموضوع، وقد ايه انا مخليه جوز الهند طعمه غني جدا باللبن اللي حطيناه عليه في الاول. وبعدين
والله يا جماعه انا بلغت الاداره. حور العين كاتبه لنا على اللايف بتقول ان ميعاد البرنامج، هي دلوقتي بتشوفه على اللايف، ميعاد البرنامج غير مناسب للناس اللي بتشتغل. وقالت ايه تاني كاتبه ايه؟ والاعاده برضو، اه برضو بتبقى في الشغل الاعاده برضو بدري. حاضر حاضر، انا بلغت الاداره والله يا جماعه، وهم قالوا لي هيشوفوا الموضوع ده من عينينا. واللايف شغال اهو، استاذ احمد جابه لكم اهو. اكتبوا لنا بقى كل اللي انتوا عايزينه على اللايف. يلا يا جماعه، مين تاني جاوب صح على موضوع جوز الهند الحمام؟ بصوا بقى انا بعمل ايه عشان اقدر افرد البسيمه كويس. بوله ميه جنبي، مهمه الحركه دي جدا يا استاذ احمد. حط ايدي في الميه، لازم اساسي. بصوا لازم تبلي ايدك في الميه كده اهي، يلا مش اهي. وبعد كده اروح منعمه بيها وش البسيمه، والحروف كمان اظبطها كده بالشكل ده. اعمليها بقى في صينيه مربعه، في صينيه مدوره، براحتك بقى اللي موجود عندي. شايفين الميه لما بليت ايدي في الميه عملت ايه؟ اولا خلت جوز الهند تماسك اكتر واكتر، وكمان خلت لي السطح متساوي بالشكل العسل القمر ده. اي مكسرات بقى عندك، واي لو عندك كريز، انا عامله لكم الاثنين اللي هم زي ما البسيمه بتتباع بتاعت المصانع بالظبط، بيبقى فيه يا اما بكريز او بالبندق المجروش. فاحنا نعمل نص الصينيه كده ونص الصينيه كده، واللي عايز من ده يا استاذ احمد ياخد، واللي عايز من ده ياخد، ما عندناش مشكله خالص. ثبتي بس كده، بص ازاي اهو، ده كده الكريز اهو، ولسه كمان هنتك عليه كويس قوي. لازم الكريز ده يا جماعه يغطس تحت علشان لما تيجي تستوي معانا بتقب سيكه كده، فعلشان ما ينطرش مننا لبره. بص اهو، ممكن تقطعوا الكريز اصغر من كده، مفيش اي مشكله خالص، براحتك خالص. طيب عندي سوداني، اعمل بيه سوداني. نعمه فرج جاوبت صح، وانور فرج جاوبوا صح. انور كمال وانور كمال، يلا مين تاني عايز اسمه يتقال معانا دلوقتي على الهوا؟ برافو عليكم والله، بحب الناس اللي الاكتف دي، النشيطه اللي على طول بتتجاوب معانا، تتفاعل معانا كده، بتحسسني فعلا ان انا مش لوحدي. بصوا يا جماعه، شايف يا استاذ احمد الجمال دي يا جماعه؟ احنا ايه، نقعد بيها على باب القناه، على باب المدينه. بصوا ثبتي بقى كده اهو، خليها كده تغطس لتحت كده شويه اهو بالشكل ده، ادي نص. طيب النص التاني زي ما اتفقنا، النص التاني عندك اي مكسرات عيشي، انا عامله لكم بندق مجروش زي الجاهزه بالظبط. نروح موزعينه كده. يا استاذ حسين اهلا وسهلا. السلام عليكم، ازيك يا كتير؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ بخير والله، فضل ونعمه يا استاذ حسين. احنا عايزين الاثنين، تسلم ايديك والله يا شيخ. عايزين الاثنين ايه؟ البسيمه عايز من اللي بالكريز، وعايز اللي بالبندق صح؟ ايوه يا فندم. عينيا والله، يعني ما تغلاش عليك قوي. يسلم يسلم عينيك ويسلم وقفتك، وربنا يديك الصحه طول العمر والله. الله يخليك يا استاذ حسين، اشكرك. استاذ حسين يعني من متابعينا اللي معانا على طول، والله بجد اشكرك. بصوا بقى، البندق على الوش مش هينفع. طب لو انا جيت دوست عليه دلوقتي، اولا هيخرم مكانه في البسيمه، ثانيا هيشقق، هيعملها تشققات. طب اعمل ايه عشان اغطس قشر البندق لجوه من غير المشاكل دي كلها ما تحصل؟ نفس الحكايه، هحط ايدي في الميه. كل دي اسرار المصانع، مش هتلاقوها في اي حته، حصريا على قناه هي. بصوا ايدك كده في الميه، ودوسي كده ودوسي كده. اسمها ايه حبيبتي اللي جاوبت صح؟ قولي لي تاني. همسات الزهور، ايه الاسم الحلو ده يا همسات الزهور؟ همسات الزهور جاوبت صح برضو على اللايف. بصوا كده اهو، لازم تبلي ايدك في الميه، يعني انا بلين السطح بتاع البسيمه، وفي نفس الوقت خليت قشر البندق دخل جوه البسيمه كده من غير ما يشقق، ومن غير ما يعمل لي حفر، ومن غير كمان ما يرد لي في السوى. بصوا اهو بس يا جماعه، ادي البسيمه بتاعتنا. حطي اي مكسرات عندك زي ما انت عايزه، انا عملتها لكم بالاثنين، لان هي بتتباع كده وبتتباع كده، فعملتها لكم زي بتاعت بره بالظبط. استنى عشان انا شفت كده حتت فاضيه،
عارفه ايه عشان بس يبقى شكلها حلو. هتدخل الفرن على درجه حراره 180، نفس درجه حراره الكيكه بالظبط، بتاعه الكيكه بالظبط، على الرف اللي في النص الشبكه. مجرد ما الحروف بتاعتها تحمر، هي كده من تحت احمرت، لو عندك مروحه سيبيها شغاله بعد ما الحروف تحمر، المروحه هتخلي الوش كله يحمر. ما عندكيش مروحه، اول ما الحروف كلها تحمر اطفي النار من تحت وشغلي الشوايه دقيقتين بس، هتاخد لون كده بيج او بني فاتح كده حلو، تخرج سخنه ويكون الشربات برد. نسقي الشربات البارد بالبسيمه السخنه، والف هنا وشفا على قلوبكم.